هذه وصيتي. السلام على من اتبع السلام الهدى. على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسم المصري رأفت علي سليمان الهجان. الاسم في إسرائيل ديفيد شارل سمحون. لا يفتح إلا بعد موتي. رأفت الهجان. فتح بمعرفتي. محسن ممتاز. محسن ممتاز. هذه وصيتي. هذه وصيتي. السلام على من اتبع السلام الهدى. على من اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون. ها أنا ذا أقدم لسيادتكم وصيتي. في حالة عدم عودتي حيا أرزق إلى أرض الوطن الحبيب مصر، أي أن تكتشف حقيقة أمري في إسرائيل وينتهي بي المطاف إلى المصير الوحيد والمحتوم في هذه الحالة، وهو الإعدام شنقا. فإنني أرجو صرف المبالغ الآتية من مستحقاتي لديكم. أولا لأخي من أبي عادل علي سليمان الهجان القاطن في رقم 6 شارع الفيوم بمصر الجديدة، مبلغ وقدره 300 جنيه مصري لا غير. أعتقد أنه يساوي إن لم يكن يزيد على المبالغ التي صرفها علي منذ وفاة أبي المرحوم علي سليمان الهجان في عام 1935، وبذلك أصبح غير مدين له بشيء. ثانيا لأخي سليم علي سليمان الهجان ومكتبه بشارع عماد الدين رقم 92، مبلغ 50 جنيها، كان يدعي أني مدين له بها وليترحم علي إن أراد. ثالثا مبلغ 150 جنيها لشقيقتي شريفة علي سليمان الهجان، حرم الصاغ محمد رفيق، المقيمة بشارع الإمام علي رقم 15 بمصر الجديدة، بصفة هدية رمزية متواضعة مني إليها، وأسألها الدعاء لي دائما بالرحمة. رابعا أما المبلغ المتبقي من مستحقاتي لدى سيادتكم فينقسم كالآتي: ألف، نصف المبلغ لطارق محمد رفيق ابن شقيقتي الشريفة والصاغ محمد رفيق، وليعلم أني كنت أكن له محبة كبيرة. ب، النصف المتبقي يصرف لأحد ملاجئ الأيتام، وبذلك أكون قد أبرأت ذمتي أمام الله بعد أن بذلت كل ما في وسعي لخدمة الوطن العزيز. الله أكبر، والعزة لمصر.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رأفت علي سليم الهجان.